shil baabuur oo ka dhacay bartamaha magaalada Borama ayaa dhimashay dhaawac geystay dadkii baabuurku ku jiiray maanta magaalada Borama waxaanu shilkaas baabuur uu geystay khasaare iyo dhaawacba waxaan ka wareystay sidii shilku u dhacay iyo khasaaraha uu geystay iyo meesha uu ka dhacay taliyaha ciidanka taraafikada ee gobolka Awdal Axmed Daahir Yuusuf wuxuuna faahfaahin ka bixiyay goobtii uu shilku ka dhacay iyo khasaaraha uu geystay حلو الحال استوى حلو نجيب حلو برغم بدو السيارة ليش ما بقى قصة دواعة فما هو نبات يلا حاسلي أهو قبل وينا يلا كنا قبل بشار دي مش فيه من هو كمري وحالا يلا هذا يلا قمر مربع رينا فدواع لص نجا دواعة فدواع في مثل جارك يتعدت رحية جارين سلسل أي جيد كوب اللي مقبيتش ليش لنو عاصر وكبع عاجب يلا بقول حالش وكان كبري أو اسمع سكدة يا اللي ما قالوا يصير كل عين من سكدة كور كذا كذي ده سوى شيء جاري كل جي جد سبع ده فوق بحاجة وكل كذا ما بدنا دولته خاصة صلوا قبل ما كنا مثلا بدي تشوفه ورا الله نوصل من دولة خاصة جد كقمية وضد كل بحاجة عصرة كقاضي مني يلا إيوه ضد خاص لنا موجا قاضي جد كاي يلي كذا كار بدر كسر بدر كذا جد سبع اسكت فلي جاري كذا هلا سوا كنت يقول ولا أشرب بدر بينه وهاي صار شلون عليك وقت ربيني مدن واحنا شلون امرهم رئيس مجلس القانون من الدنيا كل يوم وضع عليك وكان هذا ولي وابو هو صعب فاكو ربع ما يوقف وضع حلوه كل يوم والله لقى دوله حلوه كذا هذا العافي بورما